بنشوف كثير من الناس يعني بيستمروا الغربة، بيحبوا وهم وصلوا هذا المكان خلاص استمروا الحياة دي، بيعيشوا ما في تفكير. بعضهم طبعا ما في تفكير في انهم يرجعوا، قد تكون احيانا بعض الناس عندهم ظروف ما تخليهم يرجعوا، والغربة زي ما بقول غربة قساية يعني، وكل انسان ظروفه، لو ما كافحت فيها وتعبت فيها لن تصل ابدا الى ما ترنو اليه، خاصة نحن السودانيين زي جينا تكلمنا استاذ سامي استاذ شريف، ممكن تشاركونا الرأي في انه التحديات الان قوية جدا بتواجه المغترب السوداني. احسنتي. طبعا برضو من الإضافة البسيطة إنه في اغتراب بالمناسبة ممكن داخل السودان، واحد يكون مثلا من مدني يمشي الشمالية ده يعتبر مغترب برضو، يعني بعد هي أي بعد عن البيئة بتاعتك يعتبر اغتراب، في اغتراب نفسي، اغتراب نفسي في الأوضة الثانية، واحد بينعزل. أيوة صح، أنا في الأوضة الثانية جاكس زي بيقول مغترب جزوز في سؤال غريب خدش الحلة غريب للأسف. فمحور سؤالك بالنسبة لمقياس الغربة أو إنه ليه الناس بتطول مقياس التطويل في الغربة وكده، فالمقياس الأول والأخير إحنا للأسف كسودانيين بنطلع بعكس الدول الأخرى، عندنا دول مجاورة لنا قريبة جدا بيكون طالع لهدف معين لفترة معينة بيرجع بحقق هدفه بحقق الفترة المعينة، لكن إحنا كسوداني يقدر يخترب ساي الناس اللي حولك الجيران والأصحاب طلباتهم، انت ده الغربه 5 سنة بس عشان تجيب لي ده الجوال وتجيب لي ده الراديو وتبني لي ده حيطه وتعمل ايش انت لطلبات اصحابك غير طلبات الاهل غير الناس اللي عرفوا انك مغترب من الاهل يجي يتقربوا منك عشان دايرين. للاسف للاسف الضغط بيصير قوي غير جدا غير حياتك انت، ما انت لو قلت 5 سنين 5 سنين أيوة. دي معناها ولدت فيها 2 3 يا سلام عليك، معناها كل يوم انا حتى البيت أيوة. عايز طلبات يعني يا سلام عليك. فانت غير انك انت طالع لتكليف معين لنفسك ولعائلتك يجوا لحولك يلخموك. للاسف يعني عندنا ثقافه انه دار يخترب الناس كلها ترمي الطلبات عليه. نعم. خلاص؟ فبعد كده بتجي ده السبب الأساسي إنه الواحد بيقعد هنا وبيسرح به الوقت. أيوة. التكاليف اللي على المغترب.